أنا أقول لك الهدف، يعني الهدف الإيراني كان في سوريا هو يعني إبقاء بشار الأسد في الحكم، طبعا هذا في العلن، ولكن حقيقة ما تفعله إيران في المنطقة هو أبعد من ذلك. إيران الآن ما تفعله في المنطقة هي تسعى إلى إقامة ما يسمى حلف أقليات في المنطقة. نعم. يعني تريد العلوي الذي يحكم سوريا. نعم. تريد الماروني الأقوى في لبنان. نعم. لذلك هناك ورقة التفاهم بين حزب الله وبين عون. نعم. تعرف الماروني يعني هم موجودون في لبنان. نعم. حتى المسيحيون في العراق. بابليون، ميليشيا بابليون الطائفية والإرهابية هي ميليشيا مسيحية موالية لإيران، وفزعت وفعلت الأفاعيل بأهل السنة في العراق، هم قربوا منهم كل الأقليات، يريدون حتى الدروز في لبنان قاموا بتقوية طلال الأرسلان وأرادوا أن يفعل يعني أن يجعلوا منه الطرف الدروز الأقوى، يعني يريدون في كل طائفة جملات. نعم، ولكن هم فشلوا في هذا الموضوع. بالنهاية بيت جملات له حيثية تاريخية دينية اعتبارية في الطائفة الدرزية. فبالتالي كان هذا حلف الأقليات الذي يعني سعوا لإنشائه في المنطقة، وهم ما زالوا حتى الآن. وبالمناسبة هذا الحلف يخدم بطريقة كبيرة جدا العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي قائم على فكرة الأقلوية، وهو دولة يعني دولته دولة دينية قومية لشعب قومي بحد ذاته، فهو يعني يتماهى بشكل كبير مع فكرة حلف الأقليات في المنطقة ضد الأكثرية السنية. هذا الحلف الأقليات بدأ بحلف بين لماذا اختارت إيران؟